ثلاث هواب إيدك لا تبدا مزحة مزحناها لم فرفيش ونساها بغضاء موعدنا مع الضحك والفرح وحلقة جديدة من طني ورني. المرأة عنوان كتير واضح وعريض وما بيختلفوا عليه اثنين، بتعرفوا شو هو؟ طبعا الغيرة، بس مو لهالدرجة. بطاطا؟ شحن بطاطا؟ صحن تبولة بس مبدئيا بس اول شيء البطاطا بس الله يخليك لا لا بس هدول بس بسرعة البطاطا الله يوفقك يلا طيب لنا اياها عائلية ولا قلت لك جوعانة لك جوعانة كثير عم دورت انت بتقدر كمان تكبرك انت اكثر صح بطاطا فكرة خلينا نجيب واحد ثاني بدي اطلب منك خدمة هذا الشاب اللي قاعد هون بيكون جوزي خليل ياكو قاعد مع صبية بس في مجال بعد اذنك تقول له سيد مازن اجاك تليفون بس تقوم لي شوي شي خمس دقائق عن الطاولة تعالي معها انت؟ لا ما بدي اقعد معها، لا بس انا هيك بدي اشوفها يعني بس ما راح اقرب ولا اساوي شيء. بعد اذنك خدمه يعني. لا دقيقة بس لانه صاحب المحل اللي بعدنا لا اشتغل هون، لا اقول له صاحب المحل بعدين بدي. لا ما في داعي بس اقول له، لا ما بتتحمل يعني بس اقول له تليفون اجاك سيد مازن مطلوب على التليفون، ما في داعي يعني لا تسال حدا ولا تشوف شرع، مشان ما تصير ضجة، بس سؤال هيك، اقول له دخل عينك بس اجاك سيد مازن تليفون وبس، انا ما راح اقرب ولا اشوف شيء. ما راح اقدر معلش بعد اذنك كثير طاولي مهم يعني بعثوني انا بشتغل بعثوني لانه طاولي مهم جدا جدا انت ما راح تسوي شيء غلط ما لا انت ما راح تسوي شيء بس قل له سيد مازن مطلوب على التليفون وبس طب وين التليفون؟ ما وين بيكون التليفون؟ انا التليفون بس ما بقدر ما فيني يعني بتقولي ليش طلبتني ليش كذا ما عليك بعد اذنك اعتبرها خدمه خلي لك انا بوعدك وعد ما راح اقرب ولا اسوي شيء بس هو اذا قاموا هيك بس بدي اياها تشوفني لك هلا ما شافتني بس تشوفني من بعيد لا 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 هلا اعطيتهم ظهري ما شايفيني هو اذا قام بس يا هيك ورجيها حالي وامشي بوعدك وعد ما اسوي اي شيء خدمه دخيل عينك اذا وصل على التليفون قل له اتفق مع اي حدا انه سكره او اي شيء دخيل عينك وانا بوقفهم بوعدك ما اسوي شيء بعد اذنك ايوه انا بعرف اسمه مره بعرفه يعني سالي التليفون سويت له طيب ليش ما انا مين حاط خبر انك هون انت اي قوم شوف صار نظاراتك ممكن دقيقه بعد اذنك طلعوا طلعت ليه طلعت مع الصبيه قلت لها تقوم لا يعني؟ لا قلت له لك تليفون والله ما قلت لها تقوم انه تحذيرا مني ما قلت لها انا هون بسم الله لا وعد؟ وحيط عيوني يعني قاموا على التليفون عادي قاموا على التليفون عادي ما في شيء ما عليك خليك هون بس تشوف لي اذا اجوا بس اعمل لي هيك وانا بكفي مع شيء خليك هون ايوه بس لشوف شو طالبين او هيك شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما بصير لا لا تفضحنا انا ليك ما بفضحك بس ما بصير لا خلص ما في شيء
اذا بتريد اذا بتريد اذا بتريد عم اقول لك. طيب ماشي ليك ليك بنزل ايدي خلص ما بقى احط له شيء. حط حالك مكاني مشان انا بدهم هلا بس انا رايحه خلص بس بدهم ياكلوا واخلص منهم هن الاثنين. لا اذا بتريد عم اقول لك اذا بتريد خلص هلا العيط للمديره وشي ما بصير. لا 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 انا خلص ما بقى احط هيك مشي الحال بس تركني بدي احطها بجيبتي. لا 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 ما بدي عم اقول لك اذا بتريد انا اعتبر حالك انت مثلا مرتك من الموقف او شيء. انا مشغول عن خلص ما ما حدا حس ولا شيء. انت شو ذنبك؟ لا اذا بتريد عم اقول لك بس تركني من ايدي بس راح اخذ. لو سمحتي احسن ما اخذك على المدير. لا لا شو دخل المدير؟ انا ما دخلني بحدا. انا هون جوزي حقعد هو مرة هون اعطيني اياها. انا ما راح اقوم احسن ما اسوي مشكله. ما راح اسوي. الكاميرا معك. بقول له انه سيد مازن اجاك تليفون بس قوم لي دقيقتين عن الطاوله. طيب وين لجوا؟ لا لا مو برا ما عندكم تليفون هنا؟ ايه بس قوم لي يعني. تفضلي انت. انا هلا انت بتروح وانا بروح هيك بس قوم لي بس يروح ونادي لي انا طيب. شايفتك. من الاستاذ ولا مين؟ قوم شوف مين؟ شو قلت لها انت لحتى قامت؟ انا ما قلت لها شيء. اكيد ما قلت لها شيء؟ ما حكيت ولا كلمه. ولا كلمه ولا كلمه. ايه قامت هي دغري قامت. دغري قامت، شايف مأواها؟ بعد اذنك بس خليك هون، انا ما بدي اشوف وشي، بس بدي اشوف شو طالبين مالي، شوف شو عم بيطلب لها، وانت بس اذا اجوا حاكيني خس خليك جنبي مالي؟ بس بعد اذنك لا تحسسه. ايه ماشي بس ثواني. وين هنن ايه؟ هي لها الاكل؟ لا لا واحد. لا ما راح احط شيء. لا 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 تشلقون اذا بتريد بترجاكي. انا لا بترجع. لا لا انا لا تقوي لا تقوي صوتك. لا 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 هي بس لك كلمه. هي بيني وبينك هي كراميه وما تحسس حدا. هي كراميه بيني وبينك ما تحسس حدا. اذا بتريد اعتبر حالك مكاني بهي الموقف. انا بدي اياهم ياكلوا وخلص منك. دخلني تشيل من حالك انت كاميرا القميه معك. حب الفنان توني نجم انه ينضم لأسرة برنامج طني ورني، بس مشكلته ما عرف من المعد من المخرج من المصور من مدير الانتاج، فحمل حاله وقال يا فكيك. مدير انتاج معناتها الين زميلي الين وممثل بالوقت نفسه كمان ايه ما طلعت بمرتي وانا نهار الجمعه على التلفزيون هو بيجي من كسر وين نحن ناطرينك قول له قول له استاذ مستعجلين قول له اليوم قول له اليوم ها استاذ توني كيف؟ خليها الليله اليوم في في هو اللي هلا البوسه منا معه هلا ناطر الشوفير تيجي بس احكي معه افهم مواصفات يلا دقيقه بدي احكي معك المخرج ايه يلا لحظه قول له ماجد الاستاذ ماجد كابتن 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 ماجد انت لشو بدكم لشو بدكم هيك مشان نطلع نتفتر ايه انه لشو بدكم مع براده ومرتب تصوروا فيه؟ ايه بنصور بقلبه بقلبه ايه عندنا مشاهد بقلب الفان لتتصور حلو نحن ما بنعرف ممثلين بلبنان يعني انا بقول لك مين إيه؟ عندك محمد ابراهيم ايه عندك سمير شمس ايه عندك انطوان كربيج ايه عندك كمال حلو عندك فادي ابراهيم شو بيغني؟ ممثلين 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 بدك بنات؟ ولا بس شباب بنات شباب ما بتفهم بنات ايه هند ابو اللمع توفيت الله يرحمها شباب عم
الدجاج شد ماتت ما بعرف ماتت ماتت مين في بيت ابو اللمع موجود عم تمسي معنا بيت ابو اللمع الهند والله يعطيك عمرك الله يرحمه الله يرحمه طيب عندك إلسي فرنيني إلسي فرنيني هي مطربي إلسي فرنيني مسلة مسلة آه إيه إيه أديس أديسة هديك أديسة فادي إبراهيم ممثل إيه إيه في أنطون كرباج إيه ممثل محمود سعيد ممثل ألو مرحبا زياد وين قلو إجا الأستاذ توني وقاعدين عم يحكوا مشان مع الكابتن ماجد أنا محمد إيه نازل بأدوار أنت؟ حضرتك نازل بأدوار؟ نازل بأدوار؟ أيه. وين؟ أنا كفي معروف بالمسرح. يا حرام عليك. هو دكتور عقيد. خالص ده. مجانا. تعرف بس زياد وين؟ بعدنا إجا؟ هلا بس. هلا بيجي على الطريق. لا لا معلش اسمح لي زي والله ما والله كان يصير بيننا خبز وملح بس تفضل حبيب قلبي شكرا ملء الفاز خلص يسلم هي مع المنبره ما راح طيبه طيبه مع اللبن مصفر وراها 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 منيحه وراها منيحه وراها زعل هيك عصب انفعل خش الجلطه قعد 3 ايام بالمستشفى واحد بيطلب منك طلب بتلبيه مثل العالم مظبوط وساوى لا قلنا له جيب جبنه راح جاب جبنه قطع قلت له جبنه صفراء انت طالب منه جبنه حلويه ما لقيت لك انتوا شو انتوا انت اشتلقت على الموضوع ايه امتى اشتلقت ما بقولك من اول ما فتت حسيت شفت الكاميرا هون انت شعرت انه هادي ساعدنا بالموضوع عرفت انه هادي ساعدكم بالموضوع ما هادي قال له قايل لك هادي قايل لك هادي لا لا والله لا قال لي روح ساعدهم بدهم مدير انتاج ما قال لك وقت فتت لجوا ما عمل لك لا 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 عن جد لا لا ما ما خبروا هذا لا وحية ولادي لا لا اسم الاول كان هو بس هو اول ما قعد استاذ في كاميرا هون قلت له اذا شيء قلت له اذا شيء شيء ولا حاسس هو قلت له اذا شيء مشيله يعني اكبر دليل بتاع شلوه ما شلوه عرفت انه مقلب اكبر دليل قام بده يمشي وانت في عيلك هذا اللي هو تمثيل حلو الله يخليك جبرنا انه نقول يابا انه هذا مقلب وبهنيك فيه طيب هلا بدي اسالك سؤال استاذ طوني قلت بتعرفني مين انا انا عم بسالك هيك عم بقلك لا قلت لي بعرفك وكابتن ماجد بعرف انه شو هلا سامع عنك انه كابتن ماجد اشتغلت مع اساس اشتغلت معه شو اشتغلت معه 10 ايام اشتغلت معه مين نسيتني مين ما عرفته هذا ما استاذ سامر جوجي هذا ما قلب جديد هلا والله ما عرفتني جدك ما عرفتني شو كنت تشتغل معه مخرج شو المخرج؟ ما هو الأتاسي المخرج جيتك اللي راسه إيه؟ فردوس الأتاسي هو المخرج أنت كمان مخرج؟ مخرج أنا كنت مخرج منفذ اشتغل أحسابي ما كنت شوفك كنت تروح لعنا على الأوزاعي بالكواليس نشتغل نحن بالكواليس بس حلو كتير شكرا لك فضل نحكي بالاتفاق الجديد هلا بقى نجيبه الأستاذ زياد وينه؟ هون أستاذ زياد زياد Yeah.
خجلان منك هو انه كيف عملنا فيك هيك. شو؟ استاذ زياد. انا استاذ زياد. تفضل لهون. بس شو يعني انا وحياتك هذه اول ما فت عرفت انه في كاميرا وعرفت انه في لا بدي اسالك سؤال. تفضل. انت بتجاوبني بسؤال من ثلاثه. مين زياد؟ هوبا انا اصلا ما بعرفكم. لا مين زياد؟ اذا بتحزن اذا بتحزن عن جد اعطيك مساعد المصور. شو بدي فينا مساعد المصور؟ بيساعدك. من هو المساعد المصور؟ اخ. مهضومين. عن جد مين؟ عن جد مين؟ تسألني شو عرفنا؟ أنا أول مرة بشوفكم، شو عرفنا؟ إذا بتقول لي إيه وأنت انجزع شباب مين؟ دنوني. الفنان سامر المصري كمان ما نفد منا ولقطنا بموقف صدفة، بس كانت كل الأمور على المكشوف. وين كنت؟ بالمغرب صح؟ قالوا لي كنت بالمغرب. حبيب شونا؟ بأشهر بأشهر الحبيب قريب لا خريفاك. شلونك انت؟ والله مشتاق لك. مولك شلون؟ رضوان كان هون لهلا لسه شفته قلت له دقينا لسامر وما رد علينا شو قصته؟ قال لي ابصر قلت له ما عاد دق له بنوم زعلت والله يفضى عينه رضوان راد لعنده على العين موليتين نازل انا نزله يا زلمه 10 نجوم بدبي بعت لعنده على العين انه بدي اشوفه وكذا شيء ياخذني على قهوه سنغال ياخذني على قهوه لبنانيه بدبي بالعين بدل لي هذا وينك سامي وين عم تاخذ يا ابو سمرة هلا عليك مين بده يفتحها؟ عمر ما حكى معي انا والله ما بقول بكره انا بدي احكي مع جدي بدي احكي مع برهان بدي احكي مع تامر تعال وينها؟ تعال لا هلا هلا بيكون هي لي لزياد انا لا ليك معي انا هلا وينها؟ انت بدك تحكي مع برهان شيء؟ اه حكيت مع برهان؟ عطيبه زياد بقول له انت وينها؟ يا ريت مصورة يا زلمة ما صورت شايفك من فوق وينها طيب توقعها ما سمرا شو على البي اتش اس عم صور هيك كاميرا الفيديو مو شايفها لك صاحبك عم صورها ها ليك تامي يا سيدي حزير حزير وين الكاميرا تامي جد حزير وين وخذ هلا 10 ليرات 10 ليرات لبناني ولا تركي لك يا زلمة انه لحنا بالبرنامج نطلع ممثلين سوريين كل ما بتقعد مع واحد بيقول لك اوعى الكاميرا خفيه قلت لحالي احسن طريقه صح بس يا لا هو اللي عم يشتغل فيه هو اللي حبكة وضحتنا اريتيريا وهو يسمعك على سمعان الصوت كله على قهوة السنغال ما خلي عليك صدر مقطع جرد تعال رضوان تعال عودة برود لا تنسوا موعدنا الجاي مع حلقة جديدة من طنة ورنة إيدك لا تبدأ مزحة مزحناها لمفرفش ونساها برضا إيوه